صلي ما بتزبط الصلاة شوي بس حب أنا وياكم هيك هيك خطر عبالي هلا فكرة بعد ما فت وتفاجأت الحقيقة بتشوفوني جاي سيفيل كنا عم نشتغل بطرابلس هون وهون ما عملت حساب انه رح تكون حفلة هالقد صحيح مكنكنة وعائلية بس مش عامل حساب انه لازم اجي بالبدلة الرسمية بس بعتقد انه قلبنا ومحبتنا ومحبة الرئيس بتعبر عن البدلة وعن حياتنا نحن كرهبان. بقى اول ما فت هيك حسيت حالي فايت على فرس. اول شغلة هيك تأثرت بهالقناطر يلي على المدخل وهودي بتعرفوا اذا بتروحوا على ديارنا كلها سوا وخاصة اصحية دايما بتشوفوا القنطرة والعقد والصخر. وانا الريس بقول له انت نص راهب بس ما عم بيصدقني ان شاء الله بكره برهبك او بجوزك ما في حدا الاثنين ما بيزبطوا بدنا اياها بس بدنا نعوزها وقت طلع لعندي على الدار كلفت مرشار بالفيل يا بيرهبوا يا بيجوزوا بس بدهم ان شاء الله بقى انا قلت هيك حسيت حالي انه عن جد كنيستنا لما بيكون فيها فرسان من قديم وجاي إذا بتقروا تاريخ كنيستنا عاشت اضطهاد عاشت ثورات عاشت حروب بس ولكن الحروب يلي نحن عشناها كمسيحيين وردود فعلنا لهالحروب كانت مميزة إنها كانت مليانة روحانية وصلاة ومحبة وغفران بقى الليلة بفتخر أنا وطوني واقفين حب بعضنا أنا بيقولولي ريس هو ريس تخيلت حالي انا عفرس هو عفرس مثل ان شاء الله نصير مثل الديساين سركيس وباخوس وان شاء الله بتضلك راكب عفرس وكلنا حدك يا ريس ونحن منهنيك ومنشجعك على كل شغله بتعملها مرشار بالحميد ورغم الحكي معك كل شيء واكيد هالكريس الهريس اللي بدنا نباركها هلا صحيح معموله من حب وما بعرف شو في بقلبها بس انا اكيد انه هالهريتي مليان محبة وهلا رح تاكلوا محبة ورح تاكلوا اخوة وبنطلب من مرشربل وامنا مريم العذراء وجميع القديسين يباركوا هالكنيسة واللي عهدها واللي حضرها واللي تعب فيها ويباركك يا ريس طوني تضلك تجمعنا والف صحتين وكلكم ذوق وبشكرك على انك سمحت لي تكون معنا شكرا طول عمرك يا